منظمة برايل لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر تقدم رمضان بيناتنا. رمضان بيناتنا برنامج اجتماعي يناقش التقاليد والعادات للمسلمين في الشهر الكريم في العالم العربي. رمضان بيناتنا من إعداد وتقديم الدكتورة هدى مراد، إخراج حيدر البصير. مرحبا، رمضان كريم وتحياتي لألكن أحبائي، وأهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج رمضان بيناتنا. هيدا البرنامج يلي تعودتوا عليه كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، منسفركن مرتين، مرة على عالم العادات ومرة على بلد جديد. طبعا هيدا الشي بلش من 12 رمضان لما نزرنا عدة دول عربية. اليوم بطبيعة الحال بدنا نزور بلد جديد. شو هو البلد يلي حنزوره؟ خلونا قبل نروح على عالم العادات لنشوف عالم العادات بسفينة تسافر معنا لوين حيودينا ومع رمضان بيناتنا. رمضان بيناتنا، أهلا وسهلا فيكن أحبائي من جديد. وصلنا على عالم العادات بسفينة رمضان بيناتنا، وبطبيعة الحال في سفينة تانية عم تنتظرنا مثل ما تعودتوا علينا خلال أيام شهر رمضان المبارك. سفينة تسافر معنا، بدها تودينا على بلد جديد. يلا مع رمضان بيناتنا على بلد جديد حنتعرف عليه اليوم. يا الله شو حلو هالبلد، يا الله شو حلو هالبلد. هالبلد بلد أبو القاسم الشابي، بلد المقاومة ضد الانتداب الفرنسي، بلد الرقي، الرقي بجميع أشكاله، الرقي بالأدب، الرقي بالشعر، الرقي بالفن، الرقي بالأخلاق، الرقي بالطيبة. عسلامة، شنحوالكم؟ لا بس، هيدي التحية أكيد عرفتوها، تحية التونسيين أو التوانسي مثل ما هن بيسموا حالهم لكل وافد بزورهم. الشعب التونسي شعب الكرم والجود، شعب الكلاس، شعب السوفيستيكيتد، شعب الرقي، وبنفس الوقت الشعب الشعبي. شو بدي خبركن عن تونس، عن العاصمة، عن تطاوين، عن الجم، عن صفاقس، عن تونس العتيقة؟ شو بدي خبركن عن جربة؟ شو بدي خبركن عن المناطق أو المدن أو المحافظات أو الريف التونسي؟ يا سلام على تونس وجمال تونس وجمال وطيبة ورقي شعب تونس. نعم هيدي تونس. تونس برجالها ونسانا وشبابها، تونس بجيالها اللي صورة ترابها، تونس بعينينا نفتيها برواحنا، تحية مني للي عمر واللي علا وتونس فعلي، تحية مني للي ربى واللي كبر وأملنا فيه، تحية مني للي حب بلاده ومش طالب ثمنه، للي دافع روحه وعمره يموت ويعيش الوطن. تونس برجالها ونسانا وشبابها، تونس
أنا عم بحكي هيك لأنه أنا بعتبر نفسي وحدة من كل عائلة تونسية، فرد من كل عائلة تونسية. يا سلام على الكسكسي لما بتزين مائدة التونسيين. خلونا نشوف نحن وصينية الكسكسي الكبيرة كيف تونس بتقضي رمضانها. منبلش بطبيعة الحال بالأسواق حيث تباع المنتجات اللازمة لشهر رمضان المبارك، ومن أهمها الحلويات. حلويات بتونس، حلويات مشهورة جدا، معروفة بتونس وبتونس فقط. حلويات بتشبه إلى حد كبير المعمول عنا بالشام، يعني بقصد ببلاد الشام، بلبنان أو بسوريا أو بفلسطين. حلويات مشهور فيها التونسيين فقط، التونسيين. المقروض، المقروض مثل ما هن بيلفظوه حلو، بينعمل من السميد وبينحط له زيت وبيكتروا السميد فيه، على خلاف المعمول عنا نوعا ما. بتاكل المقروض كأنك عم تاكل معمول بزيادة سميد ومن دون سكر ناعم. يا سلام على المقروض، شو طيب. المقروض من أشهر الحلويات يلي بتنباع بشهر رمضان المبارك. ايه هيدا النوع بيحرصوا عليه التونسيين. المقروض ممكن يكون بالدقلة، الدقلة يلي هو التمر، ايه، وممكن يكون محشي بالمكسرات كمان نفس الشيء، مثل المعمول عنا لما بيكون محشي بتمر أو محشي بالمكسرات. المقروض عند التوانسة إما محشي بالدقلة اللي هو التمر، وإما محشي بالمكسرات. بالإضافة لهيك طبعا في حلويات تانية موجودة بتونس، البسيسة أو مثل ما بيسموها بالتراث التونسي الزميطة. والزميطة أو البسيسة يعني كمان من الحلويات اللي مشهورة خلال شهر رمضان المبارك. ما بقدر إلا ما أتذكر أغنية تراثية تونسية بتحكي عن البسيسة، بتقول يا لاوي يا لالالي يا لالالي، قالوا غنية عاشقة زوالي، واليوم اليوم اليوم فراقة، قلبي ودعت ودعت والدمع في عيني، يا ماشية للشط على الكريطة، يا واكل الدلاع والزميطة، اليوم 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 فراقة، قلبي ودعت ودعت والدمع في عيني، شط السويحل والنخل وظلة، تعدى على جرجيس واعمل طلة، واليوم اليوم اليوم فراقة، قلبي ودعت ودعت والدمع في عيني. يا سلام على التراث التونسي، يا سلام على الحلويات، على المقروض، على البسيسة، يا سلام على الشعب التونسي بإفطار رمضان. منجي على مائدة الصائمين بشهر رمضان المبارك، الصائمين التوانسي يلي عم ينتظروا آذان المغرب حتى يصدح بكلمة الله أكبر وتقبل الله الصيام والقيام. مائدة الإفطار التونسي بتتميز بكتير أمور. السلطات، السلطات طبعا رح نحكي عنها، ولكن خلينا نحكي عن شيء أساس كمان موجود على مائدة الإفطار التونسية، واللي هو أنواع الشوربة. الشوربات بتونس أنواع عديدة مش نوع واحد. في عنا شوربة المحمصة يلي هي عبارة عن الحبوب، بتتحمص بتنطبخ بتنعمل شوربة. في كمان شوربة المرمز مشهورة عند التوانسي. تالت نوع من الشوربة مشهور عند التوانسي هو شوربة الحليلم، مثل ما بيقولولا. شوربة الحليلم كمان من الشوربات يلي بيفطر عليها الصائم التونسي.
بالإضافة طبعا لأنواع السلطات واللي هي بتتميز بالرز، عندهم سلطات الرز وعندهم سلطة الفول أو كما يسمونه الفول المصري. هيدا طبعا نحن بعدنا بالمقبلات، بعدنا ما دخلنا بالطبق الرئيسي. الأطباق التونسية متنوعة ومتنوعة جدا. في عنا الكسكسي، الكسكسي اللي مشهور ببلاد المغرب العربي عامة بما فيهن تونس. الكسكسي بينعمل بالدجاج وبينعمل باللحمة، ويا سلام على الكسكسي لما بتشوف اللحمة على وجه الصحن مثل ما هو، الصدر بحطوا لك ياه على وجه الصحن وكل. يا أيها الوافد إلى تونس، كل كسكسي واستمتع بالأكل الطيب. يا سلام على الطاجين المتنوع يلي بكل منطقة بتونس بينعمل بطريقة تختلف عن طريقة بمنطقة أخرى. يا سلام، يا سلام على الأكل التونسي الرائع. منترك تونس العتيقة منروح على صفاقس، أو مثل ما بيسموها التوانسي صفاقس. صفاقس الإفطار حلو بصفاقس. نعم، اللمة، لمة العيلة، الأهل، الأحباب، الأصحاب، كلن على مائدة وحدة، كلن قاعدين قاعدة وحدة، والأمعاء عم بتصرخ وتقول أنا جيعانة بدي أكل، والأكل عم بيصرخ ويقول صحتين وهنا، مطرح ما يسري يمري ومطرح ما يأسس يبني. للتونس المقيم، للتونس الأصيل، وللوافد إلى تونس. يا سلام على اللمة بصفاقس، والأسواق يلي بتفتح بشهر رمضان المبارك بشكل مستمر. برمضان تونس ما بتعرف ليل من نهار، برمضان تونس عم تاكل، برمضان تونس عم تتسلى، عم تضحك، عم تلعب، عم بتقول أهلا وسهلا وميت مرحبا فيك يا رمضان، وعم بتقله عسلامة. يا سلام على المناطق الشعبية بتونس، ولا شو بدي خبركن عن تطاوين، المنطقة الشعبية الصحراوية نوعا ما اللي بتتميز بطيبة أهلها اللا محدودة. إيه اللا محدودة، تبعد عن تونس تقريبا حوالي 7 ساعات 6 ساعات أو 7 ساعات عن العاصمة تونس. بتروح على تطاوين، بتعيش بقلب التاريخ، بتعيش بتاريخ عمره آلاف السنين منذ ما قبل الميلاد. يا سلام على الجمال بتطاوين، الله على تطاوين، أنا رحت زرتها وشفت. ولا الجم، يا سلام على الجم وأهل الجم وفن الجم ورقي الجم وطيبة شعب الجم بتونس. يا سلام على رادس، رادس يلي بتتميز بالرقي. على فكرة أنا لما رحت على رادس أكلت مقروض من حلوانجي شاطر كتير. حلوانجي أنا من هون بوجه التحية لإله، انطلاقا منه بوجه التحية لكل تونسي بيقول عسلامة، شنحوالكم، لاباس. يا سلام على تونس، تونس، تونس الخضراء. تعرفوا ليش اسمها الخضراء؟ لأنه كل شي فيها أخضر، أهلها قلوبهن خضراء ونفوسهن كمان خضراء، جوها أخضر حتى بعز البرد أخضر، ربيع دائم بتونس، تفتح أزهار دائم بتونس. تونس خضراء، إيه خضراء، تاريخها أخضر لأنه حافل بالنضال، أدبها أخضر، نتذكر أبو القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نتذكر لطفي بوشناق بتونس، لمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. يا سلام، يا سلام على شيرين
وسيرين، يا سلام على التراث بتونس، يا سلام على تونس. الله الله يا بابا، وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا، تنجيك نزور يا بابا، يا الله على تونس. شو بدي خبركن، شو بدي خبركن عن الجمال التونسي اللي أنا عشته وشفته. أنا ما عم بحكي عن تونس بس لأنه جبت كم معلومة، أنا عم بحكي عن تونس لأني رحت عليها، شربت ميتها، تفيت بهواها، تعرفت على أهلها، قعدت عندن، أكلت على مائدة التونسيين، غنيت بتونس، قلت شعر بتونس، رسمت بتونس، حبيت تونس وحبتني تونس. إيه حبتني، لأني عشت أجمل أيام حياتي بتونس. حبيبتي يا تونس، يا أجمل بلدان العالم، حبيبتي يا تونس، يا راقية، يا كلاس، يا تونس يلي فيكي مزيج الشرق والغرب. بتكون بتونس أخي الكريم بتشوف أصالة الشرق وبتشوف انفتاح الغرب. تونس كيف ما بدها تكون هيك، وهي من قلب الأندلس. نعم الأندلس، بلاد المغرب العربي كلها أندلس. كيف ما بدها تكون تونس هيك، وهي شربت من نبع الحضارة الأندلسية اللي دامت 800 سنة. ذكرنا هالشي لما كنا عم نحكي عن المغرب العربي، كيف تونس ما بدها تكون هيك وريحة النضال موجودة فيها. بدي خبركن شغلي عن الشعب التونسي، يكاد يكون أقل بلد في نسبة أمية على الأقل بالعالم العربي هو تونس. كل الشعب التونسي متعلم، اللي ما فات جامعة على القليل بيقرأ ويكتب. ما في حدا أمي بتونس، ما في حدا منغلق بتونس، ما في حدا منعزل بتونس. ايه هي تونس، تونس الحضارة، تونس يلي نحنا من خلالها منتعلم كيف نكون حضاريين، ومناكل أكل الطيب، مناكل الطاجن والكسكسي والمرمز والمحمصة والحلالم، مناكل بسيسة أو زميتة، ومناكل مقروض بالدقلة وبالمكسرات. هاي تونس. يا سلام على تونس لما بتروح على محلات اللي بتبيع العصير، عصير قصب السكر، بيعبيلك بإيده وبيشربك إياها وصحتين وهنا. قصب السكر بتونس يا سلام، أنا دقته. يا سلام على ال شو بدي خبركن عن تونس، عن جد المائدة التونسية اللي بتشبه، يعني بتشبه كل شيء، بتشوفوا فيها كل شيء. مادة متنوعة، مائدة متنوعة جدا، قد ما متلبكة ما عم بعرف احكي، لانه تونس اجمل من اجمل حكي ممكن ينقال. لو كان مصير الموت، لو
بكل الأحوال أحبائي، هيدا هو رمضان تونس. بودعكن على أمل إني ألتقي فيكن بحلقة جديدة وببلد جديد مع رمضان بيناتنا. رمضان بيناتنا برنامج اجتماعي يناقش التقاليد والعادات للمسلمين في الشهر الكريم في العالم العربي. رمضان بيناتنا من إعداد وتقديم الدكتورة هدى مراد، إخراج حيدر البصير.